اهلا وسهلا بحضراتكم، مساء الفل، زي الصحة، الصيام عامل ايه؟ والله الصيام جميل. طيب بقى ايه، تعالوا نروح لبراءة التوبة، سورة التوبة اللي هي السورة الوحيدة في الكتاب الكريم اللي ما فيهاش بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم موجودة في سورة النمل، يعني موجودة اللي هي مش يعني الوحيدة اللي مش موجودة في الآيات موجودة في سورة النمل. طيب سورة براءة فيها ومنهم لدرجة ان بقى من الصحابة يقولوا ايه، احنا هنطلع منهم لانه فيها حاجات ادانات كتيرة لناس كتيرة جدا، كشف يعني كشف. وليها قصة على فكرة كمان، ليها قصة ان لما نزلت براءة او التوبة دي احنا هنخليها على جنب، طب نحكي لكم. ان لما نزلت كان طالع الحج امير الحج ابو بكر الصديق رضوان الله عليه، وبعدين نزلت براءة، ففيها بلاغ، براءة من الله ورسوله المشركين، وقصة كبيرة قوي. فسيدنا محمد عايز يبلغ السورة ديت او الايات دي للمشركين في الحج، لانه خلاص ما يتواجدوش في المكان ده بعد عميم هذا. قصة كبيرة. فقال لك ما يبلغش دوت الا لازم واحد من دمي علي. فكان امير الحج مين؟ ابو بكر الصديق. طلع ابو بكر الصديق بالحج وسيدنا محمد قال لي علي روح بقى بلغ الرسالة دي. فشوف الحوار اللي طار الحتة دي، انا عايز احكي لك الحكاية دي بس. فابو بكر الصديق فجأة سمع صوت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتخض، ايه ده؟ فلقى علي جاي على ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأول سؤال سأله، يعني انت جاي امير ولا جاي تبلغنا حاجة؟ عشان يعمل ايه؟ عشان لو امير يديله الامارة على طول بتاعة الحج ما يتكلمش معاه. فقال له لا، ده في حكاية كذا وسورة براءة لازم انا ابلغها عشان يبقى واحد من دم محمد. زعل ابو بكر بقى اتقمص، مفيش عند ابو بكر كلام من ده. عشان كده سيدنا النبي لما كان في يحصل حاجه بين احد الصحابه وسيدنا ابو بكر فيقول لهم اتركوا لي صاحبي، ما لكوش دعوه بالراجل ده صاحبي ما لكوش دعوه بيه. ودي قصه جميله جدا، اتركوا لي صاحبي بصرف النظر عن اي حاجه، ده ما لكوش دعوه بيه. ولما هنيجي لستنا حفصه هنلاقي الحته دي، لان يقول لك ايه، حفصه نزل فيها القرآن انها فتشت سر. فمن ضمن الحاجات اللي بيقولوها انها فتشت سر ان سيدنا محمد قال لها سوف يأتي من بعدي ابو بكر ثم يأتي عمر. فراحت قالت لعيشة الكلام ده، ستنا عيشة. دي حاجة من الحاجات اللي بيقولوا احتمال يكون هو ده السر اللي فتشته حفصة. تعال نرجع بقى تاني لسورة التوبة براءة، والحتة اللي هي الجزء بقى اللي بيقول والذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. يا خبر، إيه القصة دي؟ لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوموا فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. يا خبر أبيض، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم الله. من دول إيه القصة دي؟ إيه المسجد الضرار ده؟ يعني إيه مسجد الضرار؟ أتاري فيها قصة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وصل في عند حتة اسمها قبة، ريح عندها شوية، مستني سيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه جاي بقى هو نساء النبي وجاي معه. اتأخر 15 يوم، لكن قبل ما كان يعيش في المكان ده كان اشترى أرض في المدينة، وتقول الرواية إن الأرض دي كانت بتاعة شابين يتمى، فقالوا له يا رسول الله ده إهداء مننا نبني أول مسجد في الإسلام. الله، هو قبل كده ما كانش مسجد، كانوا بيصلوا في أماكن متفرقة، لكن ده أول مسجد يبنى في المعمورة كلها.
الدين الإسلامي. فسيدنا محمد اشترى الأرض بضعف ثمنها من الاثنين اليتامى دول وبنى المسجد بتاعه. قم في حتة تانية في قباء بنوا مسجد تاني عشان يبقى المسجدين موجودين. مين بقى؟ عمرو بن عوف قال للنبي هنبني مسجد تاني يعني في المسافات عشان يبقى في مسجد هنا ومسجد هنا. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ما تيجي تصلي وتبارك لنا المسجد؟ قال طبعا. راح وصلى عليه الصلاة والسلام في المسجد وبارك لهم المسجد. هو بقى عمرو بن عوف ده ليه واحد بقى يبقى ابن عمه بقى اسمه غنم بن عوف، هو 12 معاه. هم اتضايقوا قوي لما عمرو ده بنى مسجد والنبي راح صلى فيه. قالوا طب احنا بقى ايه؟ دول بقى تقريبا مجموعه المنافقين. قالوا طب احنا هنعمل مسجد تاني قريب خالص من المسجد. وبعدين قالوا لسيدنا محمد عليه السلام قالوا احنا المسجد عشان الدنيا لما تمطر والدنيا لما تشتي وصاحب العله اللي مش قادر يمشي ومش هنعمل مسجد صغير يا ريتك تيجي تصلي لنا فيها سيدنا محمد عليه السلام. سيدنا محمد كان على سفر فقال لهم طيب انا لما ارجع من السفر هاجي اصلي فيه. راحت نزل ايات سيدنا محمد قال حاضر صلي مسجد بتعمل، لكن نزلت الايات الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. مين اللي حارب الله ورسوله من قبل ده؟ قال لك في راهب اسمه ابي عامر الراهب ده كان عارف ان الرسول جاي فاتضايق جدا من الحكايه ديت، وقف وحز بالاحزاب ضد سيدنا محمد وكتل الناس انهم يبقوا ضد سيدنا محمد وعمل المستحيل. ولما سيدنا محمد راح المدينه راح هو نازل على الطائف، فلما فتحوا مكه وكده الطائف كمان اسلمت، راح ماشي من الطائف مشي المدينه راح الطائف قعد في الطائف شويه ومشي تاني. وبعدين بلغ بتوع المدينه قال لهم بصوا انا هروح للروم يعني هشحن قائد الروم ويركله الحاجات دي كلها يجي يقاوم سيدنا محمد وهنخرجه من المدينه، لكنه ما وصلش حتى ل يعني الروم ما وصلش مات في السكه. ده مين بقى؟ ابو عامر الراهب. لذلك سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام سماه ابو عامر الفاسق من قبل. كله موجود في الايات نازل الايات. انت هتقول لي يعني هو القرآن اتكتب مع الأحداث؟ يعني كل حدث يحصل القرآن اتكتب عشان يثبت الحدث أو يقول الحدث أو لا؟ القرآن نزل كله في السماوات اللي تحت مواقع نجوم مكتوب، لأن ربنا ما عندوش زمن، فهو عارف اللي حصل واللي بيحصل واللي هيحصل. ولذلك في سورة النحل أتى أمر الله، هو بالنسبة له خلاص جه، يعني هو يوم القيامة بالنسبة له جه خلاص لأنه ما عندوش زمن. عشان تفهم الحكاية دي لازم تقرأ في الفيزياء كتير جدا عشان تفهم يعني إيه الزمن، لأنه أينشتاين عمل الحكاية دي وخلى الزمن في لحظة معينة ما فيش زمن، يعني الزمن ده خاص بينا احنا، في لحظة معينة ما بتلاقيش زمن. تفهمها ازاي دي؟ الله يكون في عونك، صعبة جدا، لكن الله سبحانه وتعالى عارف اللي بيحصل، فده كل ده مكتوب. يعني احنا مخيرين بقى ولا مسيرين؟ فلا احنا مسيرين بقى بالطريقة ديت وكل حاجة معروفة فاحنا مسيرين. لا، ليه يا عم الحاج؟ هقول لك بمنتهى البساطة فكرة بسيطة يعني. علي أخويا لو معهوش فلوس هيبيع العربية. انت ايش عارفك؟ انت بتعرف في الغيب؟ لا انا عارف طبع علي. انا عارف طبع علي، فده مش معناه ان انا بعرف الغيب، انا بقدر الحكايه. فانت بتعرف ممكن علي يعمل ايه. ربنا سبحانه وتعالى ادانا القلم ده وقال لك اكتب بيه او ما تكتبش بيه، فانت كتبت بيه. هو عارف انك هتكتب بيه، مش معنى كده ان هو قال لك اكتب بيه. نشرح تاني. يعني انت مخير في الفعل، فلما تعمله مش معنى انك عملته ده ان انا اللي اجبرتك انك تعمل ده. يعني اذا علي هيعمل ده لانه علي عايز يعمل ده، بس بقى ايه؟ محمد اخوه كبير
عارف ان اخوه هيعمل ده. بس ادي كل الحكايه. فيبقى الانسان مخير قطعا في اشياء، في معظم الحاجات اللي بنعملها. والا هنسال السؤال، اذا كنت انا مسير ما تحسبش، هتحاسب على ايه؟ يعني انا مثلا هل ربنا قال لنا انه حاسبنا على طولنا، على عرضنا، على عمرنا قد ايه كان؟ لا، لان دي مش حاجه انت مالكش علاقه بيها، لان انت دي بقى مسير، انما حاسبك على فعلك ما فعلت. ولذلك في ايه مهمه جدا في سوره البقره هنتكلم عنها، اللي هي ولله، اعوذ بالمستقيم، ولله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ايه ده؟ يعني انا دلوقتي في فكري ان انا امد ايدي على محفظه سناء صاحبتي زميلتي في الشغل وبعدين رجعت في كلامي، هتحاسب على الحكايه دي؟ دي قصه بقى تانيه خالص. يبقى احنا لما نقرا في سوره التوبه، سوره براءه، ونلاقي الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا، نعرف ان في مجموعه من 12 واحد حبوا يقاوموا مسجد عمرو بن عوف ويعملوا مسجد سيدنا محمد لما رجع من المأمورية اللي كان فيها، حرق المسجد. الا تدع ولعوه لا تقم فيه ابدا. شوف التعبير، ما فيش لا تقم فيه ابدا. وده مش حاجة، القرآن كل حرف فيه دقيق. فلا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ليه؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ما تنسوش، أنا عارف ليه بشدد على الآية دي، عجباني قوي، لأنه أنت بتقرأ بسرعة كده، ما تقرأش بسرعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل، بيقول لسيدنا محمد، قل لهم، هو الرسول بيقول لكم على يعني كلام من الله، الله بيقول لكم عن عبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته، بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم.